اكرم توفيق عامل ايه اكرم كان معايا التليفون النهارده كويس والحمد لله ماشي واحد واحدة اهو. ان شاء الله العمر هيرجع. اه دايما بص اكرم ربنا يوفقه يعني ولد كويس ولد محترم وراجل ودايما لما تلاقيه مش موجود تلاقي في حاجه ناقصه سواء مع منتخب مصر أو مع النادي الاهلي. واضحه وصريحه يعني. شايف ان في حاجه ناقصه؟ اه طبعا روح اكرم تغطي على حاجات كتير قوي مم. وفي ساعات بتحب انت تروح مم. ولازم الروح تكون موجوده ولو غابت شويه فبتفتكر أكرم اه طبعا اكتر من فنياته يعني طبعًا. فنياته طبعا, فنياته كبيره وعظيمه بس اصل الفنيه ممكن تتعوض لكن الروح ما بتتعوضش انت شفت ماتش الاكرم من ساعه ما كان في الجونه لغايه ما تصب ما بيديش ال في وبتاع لدرجة... ل... لدرجه التهور حد ما هو حد قال لي لما نزلت اول تدريبه بعد ما رجع من الصليب اللي فات قبل ما يصاب تاني البرة في الجهاز كانوا بالراحه بشويش اه بالراحه انت ايه؟ لسه نازل فهو ايه؟ نازل ما بيهزرش حتى في التدريب. ده نوع من اللعيبه لازم يكون موجود عندك مم ومش موجود عندك يعني موجود عندك بكثره يعني ده ده اكرم المفروض هيبقى موجود امتى؟ لا لسه يعني كم شهر فاضل؟ لسه, لسه شويه لسه لسه اكرم محمد محمود حاسس ان الامور بتاعته بقت افضل لما مشي من الاهلي ولا ما طبعا بعزيف وفاه والده ربنا يرحمه ربنا يرحم. اه طبعا وانا متوقع خلي بالك ان محدش حاسس محمد محمود دلوقتي بس في اخر ثلث من الدوري اعتقد ان هو هيبقى في حته ثانيه ده اعتقد وده التسلسل طبيعية انت بقالك كتير ما لعبتش فابتديت تاخد فابتديت عايز تعمل حاجات لسه لسه خده قليل س... ولا انت شايف انه ده التدريج الطبيعي؟ انا شايف ان كده زي ماشي احنا ماشيين صح أوه. انا شايف ان احنا ماشيين صح قوي. اه اتاخر في الخروج من الاعاره؟ لا. اه لا ما اتاخرش. اتاخر اخر مره. اللي هي أوه. اخر طلعه اللي هي اللي هي بتاعه الصيف و... اه اه بتاعه الصيف اه اتاخر ودي الاسباب يعني كتير اه اسباب كتيره بس يعني مهم في اخر نقطة هو طلع اه كويس ودي كانت برضو احد الاسباب اللي انا برضو خلي بالك في حاجات كده انا دايما لازم اكون بفهم بيحصل ايه مع اللعيب بتاعي فدايما بيبقى في استفسارات اخد الاستفسار بعد كده ابتدي احرك اشوف الاتجاه يبقى عامل ازاي أوه. مش شرط ان ان هو يروح نادي دافع فيبقى احسن له لا لازم يبقى في نادي مثلا جماهير زي كابتن خطيب يعني نادي الجماهير ده عشان الاهلي عنده جمهور لازم يتعود البرفورمنس بتاعه يكون قدام الجمهور أوه. بس فدي حاجات مهمه يعني بندقق عليها واحنا بنختار فين الطريق على حسب احنا عايزينه يرجع كمان قد ايه